قناة إخبارية، أحييكم مشاهدينا الكرام، ورحب بكم في حلقة اليوم من ساعة في الاقتصاد. في ملفنا الأول نتحدث عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والمرحلة الثانية للفواتير وسدادها في مدينة جدة تحديدا، ونتحدث أيضا عن العقوبات والغرامات التي يدفعها من لا يدفع هذه الرسوم ومن لا يسدد رسوم الأراضي البيضاء. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي ثم نستهل حوارنا. انتهت المدة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة جدة لعام 1439-1440 للهجرة، وذلك ضمن فواتير المرحلة الأولى من تطبيق الرسوم، كما ستنتهي في الدمام بعد 45 يوما. ودعت الوزارة المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء في مدينة جدة بتطوير الأراضي أو الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وينتظر المماطلين في سداد رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة عقوبة مالية في حال عدم التزامهم بالسداد، إذ يحق للجهات المعنية إذا لم يسدد المدينون الدين المستحق عليهم للدولة في الموعد المحدد الحجز على أموالهم لتسديد الغرامة المقررة مسبقا التي تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بعد أن تخطره الجهة المعنية كتابيا وتنذره لمدة 45 يوم عمل. وكان برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي أطلقته وزارة الإسكان قبل حوالي عامين قد منح أصحاب الأراضي الخاضعة للرسوم مهلة لسداد الرسوم أو تطوير الأرض ومهلة للاعتراض على الرسوم في حال إقرارها، ما يعني أن البرنامج أتاح لأصحاب الأراضي البيضاء جميع الفرص للسداد أو التطوير. وأوضحت وزارة الإسكان في وقت سابق أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر منذ انطلاقته قبل عامين 1466 فاتورة ل400 مليون متر مربع في 3 مدن، وتم الاعتراض على 850 أمر سداد، منها ما نسبته 50%، وقبل 130 من الاعتراضات وأسقط عنها الرسوم بسبب الموانع النظامية. وحددت الوزارة 3 معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10,000 متر فأكثر وغير مطورة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي من الدمام استاذ عماد بن علي دليجان نائب رئيس اللجنه العقاريه في غرفه الشرقيه. اهلا بك معنا استاذ عماد. في البدايه، انتهت المده النظاميه والمرحله الاولى لسداد الرسوم في مدينه جده بحسب وزاره الاسكان. اذا نتحدث بشكل عام عن قرار وبرنامج رسوم الاراضي البيضاء، كيف تقرؤون الاثار المباشره على القطاع العقاري بدءا او منذ بدا تطبيق هذا القرار؟ اولا ارحب فيك أخت كلير. أهلا بك. ورحب بالأخوة المشاهدين. بالنسبة حق برنامج رسوم الأراضي البيضاء، نعم، هو من أحد البرامج اللي طرحتها وزارة الإسكان لإشباع الطلب المتزايد على المساكن للمواطنين. فكرة رسوم الأراضي البيضاء هي طرحت، أو البرنامج حق رسوم الأراضي البيضاء طرح لعمل الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب في صحيح. القطاع العقاري. أشعرت وزارة الإسكان مثلا ببرنامج المشرفين القائمين على رسوم الأراضي البيضاء، أشعروا أصحاب الملاك الأراضي للمرحلة الأولى، احنا لازلنا الآن في المرحلة الأولى اللي هي تخص أصحاب الأراضي الملاك مساحة أراضيهم من 10,000 متر مربع خام غير مطورة، نعم، فأكثر داخل النطاق العمراني. صحيح. بالأرقام يعني بحسب ما صرحت به وزارة الإسكان، هناك يعني الفواتير
400 مليون متر مربع. هناك يعني اعتراضات كانت من أصحاب بعض الملاك، تم إسقاط هذه الرسوم المفروضة على عدد من الأراضي يعني بعض الأمور النظامية اقتضى إزالة هذه الرسوم عنها. بشكل عام الآلية التي تتم فيها أو يتم فيها تطبيق هذا البرنامج إلى أي مدى تعتبر ناجحة حتى الآن وتصل إلى أهدافها؟ آلية التطبيق وتسديد الرسوم أو تحصيلها في المدن مختلفة. جيد. بالنسبة للبرنامج وضع للمناطق الرئيسية الثلاثة اللي هي حاضرة الدمام ومدينة الرياض ومدينة جدة، ثم لاحقا ارتبطت معهم مدينة مكة المكرمة. بالنسبة لفرض الرسوم، الوزارة الإسكان مشكورة يعني اجتهدت في كل الوسائل وكل السبل في تحقيق الأهداف المنوطة لها. بالنسبة للفواتير طبعا هي تواصلت مع الملاك وأشعرتهم قبل تطبيق هذا وقت إصدار الفواتير. أصدرت 1548 فاتورة تحديدا على 411 مليون متر مربع. نعم. على مستوى المملكة، على مستوى الأربعة مدن الرئيسية. أي نعم. فطبعا لا، ما في شك أنه في بعض الأراضي تكون يعني مجبر المالك أنه ما يقدر يطورها، يا أما تكون من ضمن محجوزات أرامكو. نعم. يا أما تكون من ضمن الأراضي موقوفة تبع وزارة الدفاع. تكون مش تحت سيطرة المالك. نعم. بالنسبة للسداد الفواتير طبعا أشعرت وزارة الإسكان الملاك في السداد، ولا تقع الغرامة عليهم تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض اللي هي تماثل قيمة الرسم، رسوم الأراضي. نعم. هذه طبعا هذه إجراءاتها وهذه آلياتها. ممكن أنه طبعا وزارة الإسكان، وأنا يعني واثق من هذا الشيء، وزارة الإسكان أصلا تشجع أصلا المواطنين، تشجع أصلا المطورين أصلا في هذا الشيء. نعم. إلى وجود بدائل مع بعض الملاك، مثلا الملاك في بعض الملاك مثلا ما عنده استطاعة مثلا أن يطورها. نتمنى أن يكون مثلا في منصة في بوابة وزارة الإسكان. نعم. يعني ينشر فيه المطورين المؤهلين. أها. بحيث أنه يتواصل معهم مثلا أحد الملاك. نعم. وزارة الإسكان ممكن أنها تقدم الحلول الأخرى، حلول تمويلية لتطوير مثلا الأراضي هذه. ممتاز. إذا هناك حلول وبرامج مطلوبة بعد هذا، بعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء لتكون متاحة لملاك الأراضي. قبل أن نغوص في هذه الحلول أستاذ عماد، ماذا عن تقييم الأراضي؟ يعني من خلال متابعتك كيف تقرؤون الآلية التي تم فيها تقييم الأراضي وبناء عليها فرض الرسوم السنوية؟ طبعا قبل إصدار البرنامج أو إصدار الفواتير هذه، في موجود أطلقت عندنا هيئة اسمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. نعم. نعم، التابعة لوزارة التجارة، هي بدورها هم اللي يقيمون الأراضي هذه بضوابط معينة. وأعتقد يعني ما كانت واضحة بالنسبة لنا اللي هو الآلية التقييم. نعم. ولكن يبدو لي أنها كانت عادلة يعني حسب ما وصلت، لأنه الأسعار ترتفع وتنزل على حسب السوق، على حسب الطلب والعرض. نعم. فأخذت بطريقة تكون عادلة يعني حسب ما فهمت من الأخوان، يعني ما قدرنا نحن نوصل إلى الآلية تحديدا، ولكن حسب ما فهمت من بعض الزملاء
في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أنه كانت قيمت بشكل عادل يعني. طيب فيما يخص القانون الذي بني عليه برنامج رسوم الأراضي البيضاء والآلية، هل من ثغرات تمكن ملاك بعض الأراضي من التحايل على النظام لعدم دفع أو لعدم سداد الرسوم أو تطويرها بشكل بسيط، لا نقول تطويرها، وأما استخدامها بشكل لا تعود تحسب ضمن الأراضي البيضاء غير المطورة؟ ما أعتقد الآن وزارة الأسكان الآن ما شاء الله تبارك الله يعني نرفع لهم القبعة يعني على جهودهم المشكورة من معالي وزير الأسكان إلى جميع العاملين معه، كلهم ما شاء الله شباب وكلهم متعلمين وكلهم يعني ما أعتقد أن راح تغفل عليهم أشياء من هذا القبيل. طيب بعد بدء تطبيق هذا البرنامج وتحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، كيف ترون توجه ملاك الأراضي أستاذ عماد لتطويرها أو لبيعها مثلا للتخلص منها ومن سداد رسوم مكلفة كثيرا؟ ما هي نسبة الملاك الذين اتجهوا إلى تطوير الأراضي، النسبة الأخرى من خلال متابعتك يعني التي النسبة الأخرى التي باعت الأراضي ومن أبقى عليها كما هي وسدد الرسوم؟ نعم طبعا يعني نتمنى بس أن وزارة الأسكان أنه يعني ما تغفل أنه السوق يقع تحت طلب وعرض، والفترة اللي احنا فيها الآن احنا عندنا وهذا شيء يؤكده جميع العقاريين أنه الآن العرض أكثر من الطلب. فالآن يفترض أن البرنامج الآن يعني يعملون يحطون في حسبانهم هذا الجانب، وهذا جانب أساسي جانب مهم، بالعكس اللي هذا مرتبط عليه البرنامج بشكل عام، لأن هدف البرنامج أصلا توصل إلى توازن بين العرض والطلب. الآن عندنا العرض أكثر من الطلب في الوقت الراهن، يعني حتى يمكن أو الطلب أكثر من العرض فيما خص وحدات سكنية. ما عليه، لا كوحدات سكنية حاليا الآن العرض أكثر من الطلب. في طلب، ما أقول لك إن ما في طلب، لكن عرض الأراضي البيضاء أكثر من طلب عليها. نعم في طلب موجود، ولكن الطلب الموجود الآن مقيد بأنظمة تمويلية يعني نتمنى أن تكون ميسرة أكثر من كذا يعني. طيب فيما يخص الحلول والبرامج التي من المفترض أن تعلنها وزارة الإسكان لتسهيل على ملاك الأراضي تطويرها بشكل يكون أقل تكلفة ويحقق أهداف الوزارة من هذا البرنامج بزيادة عرض الوحدات السكنية، ما المطلوب من حلول مقترحة أو برامج تعلن عنها وزارة الإسكان لحل هذه المعضلة؟ مثل ما قلت لك أخت كلير، يعني نتمنى أن في موجود في منصة من وزارة الأسكان تنشر فيه أو تعلن فيه المطورين المؤهلين، وهم بدأوا يعني مش بدأ لا بدأوا هم هذا الشيء، لكن نتمنى أنه تعرض لأصحاب الملاك الأراضي اللي ما طوروا أراضيهم للبدء في تطويرها. في بعض الملاك يعني يمكن ما عنده الخلفية أصلا في تطوير الأرض، أو في جانب ثاني أنه ممكن والله أنا عندي خلفية في تطوير الأرض لكن ما عندي فلوس، ما عندي سيولة أصلا أني أطور الأرض. فيفترض أن وزارة الإسكان يعني تحط أمام المالك هذا الخيارين، يعني هذا التمويل الجهة التمويلية وهذا المطورين الآن يتكاتفون معك، لازم يصير مثلث. نعم. طيب الحلول التمويلية المقترحة ما هي في ظل قد لا يكون لدى صاحب الأرض سيولة كافية لتطويرها، وفي نفس الوقت أيضا شركات تطوير العقاري قد تحتاج إلى سيولة إضافية للاستثمار في الأراضي البيضاء، ماذا ما هي الحلول التمويلية المقترحة؟ طبعا ممكن يصير يدخل الممول مثلا مثل كشريك استراتيجي مع المالك في الأرض وتهمش الأرض مثلا، أو يعني للبقاء اثنينهم كممول وكمالك أو مالك ومطور وممول. طبعا لازم نعرف أن فترة السداد راح تأخذ لها وقت، لأن هذه في مرحلة الآن اللي هي البنية التحتية،
ثم المرحلة الأخرى اللي هي تطوير الأرض كإنشاءات، لأن فيه المرحلة الثانية من مشروع برنامج برنامج رسوم الأراضي البيضاء، اللي هو رسوم الأراضي المطورة اللي 10,000 متر مطورة داخل المخطط واحد. طيب فيما يخص الغرامات أيضا، من ضمن الإجراءات لمن لا يلتزم بسداد الرسوم الحجز على أموالهم لتسديد الغرامة المقررة مسبقا تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض بعد إخطاره كتابيا وإنذاره لمدة 45 يوم عمل. هذه يعني الحجز على أموال ملاك الأراضي لا تعتبر إجراءات مبالغ فيها؟ والله طبعا الوزارة هي أدرى، هي هذا إجراءاتها. أنا من وجهة نظري أنا أرى أن يعني في ظل الوضع اللي إحنا فيه الآن، اللي هو العرض الآن أكثر من الطلب، ويعني التداول الآن يعني بسيط يعني منخفض بشكل كبير، فيفترض أنه يصير فيه مراجعة للبلد هذا. نعم. طيب ننتقل معك ومع السادة المشاهدين أستاذ عماد لمتابعة بعض النقاط حول برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بعض التفاصيل حول المدن التي انتهت فيها المرحلة الأولى لسداد الرسوم، إضافة لبعض الأرقام الهامة في هذا المجال، نتابعها ثم نستكمل حوارنا.
بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأعود وأرحب مرة جديدة بالأستاذ عماد دليجان ضيفي من الدمام. أستاذ عماد، ما هي المراحل التي ستلي هذه المرحلة من سداد الرسوم كمرحلة أولى للأراضي التي تصل مساحتها إلى 10,000 متر وأكثر؟ ما هي الإجراءات القادمة؟ ممتاز. الإجراءات القادمة الآن، طبعا الآن فيه راح يصير فيه الدورة الثانية الآن لطلب السداد للملاك أو الأراضي اللي لم تطور إلى الآن. طبعا لا ننسى أنه فيه أراضي كثيرة الآن، يعني كثير من الشركات، كثير من أصحاب الملاك كلهم، يعني من أول ما صدر البرنامج رسوم الأراضي بيضاء الكل خطر في باله أنه ليش ما أطور أرضي، ليش ما أجرها، ليش ما أبيعها، ليش ما نعم هذا حصل هذا الشيء وصار فيه حركة نعم ممتازة. وهذا شيء بالعكس، هذا شيء صحي وإيجابي للسوق. الآن احنا الآن في مرحلة أنه إصدار الفواتير للسنة الثانية بدأت الآن في جدة سنة ثانية، في الدمام تقريبا حدود يمكن 28 أو 29 يوم تقريبا راح تبتدي إن شاء الله، تنتهي الفترة الأولى ثم راح تبتدي الفترة الثانية إصدار الفواتير للمرة الثانية. هذا كفترات سداد. ما بعد ولا زلنا احنا في المرحلة الأولى من محطة برنامج رسوم الأراضي البيضاء اللي هي تطبق على الأراضي الخام اللي غير مطورة من 10,000 متر فأكثر. نعم أستاذ عماد، بعيدا عن نظام الرسوم الأراضي يعني بشكل خاص، ما هو دور اللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية في المدن مختلفة لمؤازرة جهود وزارة الإسكان فيما يخص القطاع العقاري بشكل عام؟ ممتاز. اللجان في الغرف التجارية مشكورة لها، كان دور كبير في توعية الملاك والعاملين في المجال العقاري وأصحاب الأراضي. وزارة الإسكان أو الرؤية 2030، الرؤية الطموحة، فيها أشياء كثيرة يعني متضمنة وتخص القطاع العقاري، من ضمنها رسوم الأراضي البيضاء، من ضمنها اتحاد الملاك، من ضمنها برنامج إيجار، برنامج وافي البيع الخارطة وغيرها. يعني ما شاء الله كانت برامج كلها تنظيمية، وهذه كلها بتكون مشجعة للمستثمرين الداخليين المحليين والخارجيين إن شاء الله بإذن الله. نعم، شركات القطاع الخاص والمستثمرين، شركات التطوير العقاري، كيف تقيم يعني أدائها في المرحلة الأخيرة في ظل كل هذه البرامج التي أعلنت عنها وزارة الإسكان؟ ما هي التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري الآن في السوق؟ ممتاز. الآن جميع الشركات العقارية الآن والعاملين في القطاع العقاري الآن خلاص الآن لازمنا يعني يلبس الملابس الجديدة اللي هي بالأنظمة الجديدة. بالنسبة للمقيمين أصبح هناك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ولها برنامج متكامل وكبير ضخم في تأهيل المقيمين العقاريين. بالنسبة لوزارة الإسكان أطلقت أيضا المعهد العقاري السعودي وطرحت فيه دورات عقارية متخصصة من الوساطة العقارية، من اتحاد الملاك، من جميع البرامج اللي تخص وزارة الإسكان. فهذه كلها بالعكس لها يعني خطوات مجدية وممتازة جدا ومحفزة للسوق ومشجعة للجميع العاملين في السوق. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد بن علي دليجان نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، كنت معنا من الدمام، شكرا جزيلا لك. نتابع بعض التغريدات حول ملف العقار ورسوم الأراضي البيضاء ثم نعود.